الهلال يبسم على هزيمة النصر 11 والاتحاد ينجو من قبضة نجران بنقطة التعادل في جدة. جدل كبير حول الصافرة الأجنبية في القمة العاصمية والأهلي يتشبث بالوصافة بثلاثية تقرب القادسية من الهبوط. الرائد يطالب بحفظ حقوقه في تأجيل مواجهة الاتفاق ويكشف قصة الحجوزات الملغية من قبل الاتفاقيين. تأجيل مواجهات زين يفتح ملف الناقل الرسمي للدوري السعودي. والفيصلي يمنح كل لاعب 10,000 ريال بعد إسقاط التعاون. أنتم تتابعون برنامج كورة مع تركي العجمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدي برنامج كورة على قناة خليجية في موعدكم الثابت 11:30 والذي نناقش فيه أحداث الكرة السعودية. نبدأ بأخبار الشوط. طالبت إدارة نادي الرائد بحفظ حقوق ناديها وتطبيق اللوائح التي تحفظ حقوق الجميع من خلال خطاب بعثت به اليوم إلى لجنة المسابقات والفنية واللاعب النظيف بالاتحاد السعودي لكرة القدم لتوضيح موقفها حيال قرار تأجيل لقاء فريقها الأول لكرة القدم مع نظير الاتفاقي في دوري زين السعودي للمحترفين والذي وصل صباح اليوم إلى سكرتارية النادي. وتطرقت إدارة النادي في خطابها للجنة المسابقات إلى عدة نقاط من أبرزها أن التأخر في إبلاغ الرائد بقرار التأجيل أحدث ارتباك لدى الجهازين الفني والإداري وفي البرنامج المعد للفريق. وأشارت إدارة نادي الرائد إلى أن الاتفاقيون بادروا بالحجز في 2 مارس وتأكدت لهم العودة من القصيم إلى الدمام في 4 مارس قبل أن يتم إلغاء الحجوزات كاملة في 12 مارس. وبعدها بادر الاتفاقيون بتأكيد العودة وقطع التذاكر في 14 مارس مع استمرار إلغاء حجوزات الانتظار من الدمام للقصيم. وبيّنت الإدارة الرائدية أنه ترتب على قرار التأجيل المفاجئ خسائر مادية متمثلة بتذاكر اللقاء التي تم طباعتها وخسارة المادة الإعلانية للشركات والمؤسسات المعلنة بالإضافة للحجوزات المعدة لمعسكر الفريق في الفندق. وطالبت لجنة المسابقات التحقق من المعلومات التي تم ذكرها وإعادة حقوق الرائد حسب اللوائح المعمول بها. عين الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نائب رئيس لجنة الحكام الرئيسية لشؤون المقيمين الدولي السابق علي الطريفي عضوا بلجنة العمل للخطة الاستراتيجية لتطوير الحكام بالاتحاد الآسيوي وذلك استنادا لقرار لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي خلال اجتماعها الثلاثاء الماضي والمصادقة على ذلك القرار من قبل اللجنة التنفيذية في الاتحاد الآسيوي الجمعة الماضي. ومن جهة أخرى اختارت لجنة الحكام الرئيسية لكرة القدم المقيم والمحاضر الدولي السابق عبدالله القحطاني والحكمين الشابين محمد الهويش وخالد الطريس للمشاركة في كاس ديبر بدالاس 33 والتي ستقام في الفترة من 1 حتى 8 أبريل المقبل بدالاس في الولايات المتحدة الأمريكية. وكانت لجنة حكام البطولة تحت رئاسة جيم ميلز قد وجهت الدعوة للاتحاد العربي السعودي لكرة القدم ولأول مرة للمشاركة في هذه البطولة بمقيم وحكمين علما أنه يشارك فيها حكام من الولايات المتحدة واليابان وبيرو وقطر وأستراليا وسويسرا ونيوزيلندا وسكوتلندا ورومانيا وهولندا وغيرهم. ويشارك في البطولة 180 فريقا من أصل 400 تقدموا للمشاركة ومن أبرزها مانشستر يونايتد وإيفرتون الإنجليزيين وباريس سان جيرمان الفرنسي وكورتيبا إف سي البرازيلي وأنتراخت فرانكفورت الألماني. منحت إدارة نادي الفيصلي لاعبي فريقها الأول لكرة القدم مكافآت مالية بمقدار 10,000 ريال لكل لاعب بعد الفوز في اللقاء الهام والمصيري أمام فريق التعاون مساء أمس الأول ضمن الجولة 23 لدوري الزين بنتيجة 2-1 على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز ببريدة. وأعلنت الإدارة رفع جميع الخصومات والعقوبات الإدارية والفنية على كافة اللاعبين خلال الشهر الماضي. وينتظر أن يستأنف فريق الفيصلي تدريباته غدا الاثنين بعدما منح اللاعبون إجازة لمدة 2 يوم السبت والأحد قبل العودة للاستعداد لمواجهة القادسية السبت المقبل في الجولة 24 من دوري الزين السعودي للمحترفين. يشارك المنتخب السعودي لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة في منافسات ملتقى تونس الدولي السادس لألعاب القوى الذي ينطلق غدا الاثنين بمشاركة 450 لاعبا يمثلون 45 دولة على ملعب رادس. ومن جهته بين إداري المنتخب السعودي ناصر القحطاني بأن اللاعبي الأخضر على أتم الاستعداد والجاهزية للمشاركة في الملتقى لمواصلة تحسين أرقامهم في التصنيف العالمي للمشاركة في أولمبياد لندن 2012 مبينا بأن اللاعب هاني النخلي سيشارك في منافسات القرص واللاعب فهد الدرعام في منافسات الجلة والقرص على أن يتواجد اللاعب سعيد الخالدي في سباق 100 متر و200 متر جري
وكذلك تواجد مازن الدوسري في الوثب الثلاثي وأسعد شراحيري في منافسة الوثب الطويل. رفض مراقب مباراة الزمالك وأفريكا سبور الإيفواري التي أقيمت على استاد الكلية الحربية في ذهاب الدورة 32 لدوري الأبطال الإفريقي استئناف المباراة بين شوطيها بحجة تزايد عدد الحضور في مقصورة الإعلاميين عن الشوط الأول في ظل وجود قرار بإقامة المباراة من دون جمهور بناء على عقوبات الاتحاد الإفريقي الكاف في حق الزمالك لاقتحام جماهير الملعب أثناء مباراة الإفريقي التونسي في دوري الأبطال الموسم الماضي. وأكد مسؤول الزمالك لمراقب المباراة أن كل المتواجدين إعلاميين وأبلغوه أنهم على استعداد لإطلاعه على البطاقات الإعلامية الخاصة بكل منهم. وواصل مراقب المباراة إصراره على عدم استئناف النشاط دون التأكد من هوية المتواجدين في المقصورة. وأسفرت المراقبة عن وجود شخصين مخالفين ونجح أمن الزمالك في إخراجهما من الملعب. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، اسمحوا لنا في بداية الحلقة نرحب بضيفينا معنا في الاستوديو. سلام بكريم الفالح أبو هيئة مدير التحرير بصحيفة الاقتصادية. مساء الخير أبو هيئة. مساء الخير، حياك الله وحيا الله المهندس طارق اللي الحمد لله نشوفه في البرنامج وإحنا ما نشوفه في الأماكن الثانية اللي نتمنى نشوفه فيه. الله يخليك أبو صالح، صديق روتانا احنا بنسميك. الله يسلمك، انا سعيد. مهندس طارق التويجري، هلا وسهلا فيك. الله يحييك اختركي، انا سعيد حقيقه بالتواجد معكم مجددا في البرنامج الثري حقيقه. اي والله، وطبعا انا سعيد جدا بانه تواجد مع الاخ القام الكبير حقيقه الاستاذ عبد الكريم، وفعلا لازم نشاوب. بس انتم جبتونا عاد في ليله ماطره وكان يعني مفترض انه نسحب عليكم شويه، بس عاد يلا. عاد تدري تركي ان احنا نسايب وما نشوف بعض، ما نشوف الا في البرنامج. كويس يعني كوره مجمع الحمام، يعني كويس انه كوره تسوي صله رحم بين الناس. طبعا التويتر مولع البرنامج، الهلاليين والاهلاويين يعبرون عن فرح وسعاده، والنصراويين والاتحاديين، يعني الاتحاديين شوي زعلانين بس النصراويين في غضب كبير من نتيجة الفريق اليوم. راح نتكلم عن بعض التغريدات اللي تجي على البرنامج وبعض ردود الفعل للجماهير المقبول منها وما هو صالح فقط للعرض. ال 24 ساعة الأخيرة يعني بالذات اليوم أجواء المباريات كانت أجواء جميلة، يعني من الأيام اللي تتنقل فيها بين المباريات. عندك قمة نصر الهلال، عندك مباراة أهلي وقادسية تبغى تشوف الملاحقة الشرسة للمتصدر والهروب من القاع، ومباراة الاتحاد والمستوى الخرافي اللي يقدمه نجران. ولما نقول نجران يقدم مستوى خرافي لأنه يتغلب على ظروفه هالنادي هالموسم ويقدم مستويات جيدة، راح نتكلم عنها بالتفصيل في الجزء المخصص للمباريات. راح نتكلم عن الحملة التوعوية اللي شارك فيها النجم ماجد عبد الله في حملة التوعية بسرطان القولون والمستقيم، شف الله مرضى المسلمين جميعا، وراح يكون في معنا مقاطع من هذه الحملة. نبدأ بالموضوع اللي كان في الـ 24 ساعة هو اللي متصدر كل وسائل الإعلام، الرائد والاتفاق ومباراة التي أجلت. اليوم احنا معنا راح نعرض الآن البرنت للحجوزات اللي ألغيت من قبل الاتفاقيين، هذا بحسب وصف الأخوان في نادي الرائد. أبدأ معك أبو هيئة. هي من حق الرائد أنه يحتاج، لأنه لو لعب مع الاتفاق في الوقت المناسب كان بيستفيد من الإصابات اللي حدثت في الاتفاق. من حق الرائد أنه يبحث عن الحقيقة الكاملة لهذا التأجيل، زي ما قال أنه في 2 مارس كان حجز للفريق الاتفاقي ثم ألغيت الحجوزات من قبل سكرتير النادي. الرائد الاتفاق، احنا شفنا الرائد صرح خصوصا رئيس النادي ووضح كثير من الامور واحتج، لكن انا ما شفت تصريحات الاتفاق حتى يبررون حتى ياكدون انهم يا اما كان في ظروف فعلا ظروف قاهره بالنسبه للحجز او لا. الرائد بين وقال عنده أدلة، والبرنامج عنده أدلة موجودة، برنامج كورة. وأنا يعني في رأيي أنه لا تستغل قضية الحجوزات أكثر، سواء ما أقصد الاتفاق فقط ولكن الأندية الأخرى لا تستغل قضية الحجوزات خصوصا في فترات
الإجازات بهذه النوعية. الخطوط السعودية أيضا يعني صح أنه في أزمة حجوزات، لكن أيضا الخطوط السعودية ترحب، وأنا سمعت مسؤول أمس يتكلم أنه إذا كان في فعلا ظروف في الحجوزات فإنه يستطيع النادي أن يرسل خطاب للخطوط السعودية، ومن ثم الخطوط السعودية تسوي أبجريد للطائرة وترفع سعتها من عدد معين من الركاب إلى عدد أكبر يستوعب. فهذا ما يسمونه أبجريد بالنسبة للطائرة، وبحيث يستوعب. ولا أدري هل الاتفاق اتبع هذا وأرسل خطاب، فإذا الرائد من حقه أنه يتكلم، أيضا الاتفاق من حقه يرد، بس احنا ما سمعنا الاتفاق يرد أو يدافع عن نفسه. أبو صالح، من ضمن الأشياء التي ساقها الأخوان في نادي الرائد أنهم انزعجوا أنه حتى ما بلغوا، يعني طريقة معرفتهم بالموضوع كانت عن طريق بعض اللاعبين وعلاقتهم ببعض اللاعبين الاتفاق، وتفاجأوا بإلغاء المباراة. والله شوف، احنا طبعا دائما نؤيد انه يعني طرح مثل هذا القضايا لما تطرح في الإعلام يعني ان تناقش بموضوعية، هذا مهم جدا. الموضوعية معناته انه نغوص قليلا وننظر ونشرح يعني حقيقة المسألة. انا اطلعت حقيقة على خطاب الرائد الموجه للأمين العام الاتحاد السعودي المتقدم المؤقت طبعا، وكان في جملة من الأسباب حقيقة وطرح تساؤلات كثيرة وكانت منطقية تماما، وزي ما تفضل ابو هياك ما كان هناك إجابة من الطرف الآخر لدى اتفاق. الرائد اعتمد على أشياء أنا بصراحة وأراها منطقية تماما. أول شيء أنه قضية التأجيل من 6 مباريات كان في 28/2 لما أخرج الفهد المصبيح وعاد البطي في مؤتمر صحفي، وتم زي ما تفضلت اللي هو قضية الحجز في تاريخ 2، وأنتم عندكم الآن البرنسي قضية الحجوزات وألغيت، طبعا هذه لازم نعرف المبرر تمام لها. رقم 3، الاتفاق لعب الأسبوع الماضي مع التعاون في بريدة في مباراة هي مجدد، هي أيضا شملها التأجيل في بريدة. رقم 4، الرائد بلغ مساء يوم المباراة هاتفيا، وتأتى الخطاب يوم المباراة صباحا. الاتفاق ألغى حجوزاته قبل المباراة بيوم، معناته عنده خبر مسبق، كأنه في ترتيب مسبق. أنا ما أطرح تساؤل أقول لك أنه والله كان هذه يعني تفسيرات تجي في رأس أي حد. أنا أقول لا، هذه التفسيرات اللي موجودة في خطاب، مش تفسيرات هنا، هذه موجود تفسيرات خطاب الرائد يطرح جملة من التساؤلات. طبعا زي ما تفضل أبو هيا، الرائد عنده استفادات كثيرة جدا لهذه المباراة. يعني مثلا عنده مثلا لعيبة لاعب ما يبغى اللي هو اللاعب المغربي، كان يعني عنده مباراة حتكون مع أحد اللي يعني يحدد مصير الرائد، ما أدري المباراة القادمة مع مين بالضبط، ولكن من مصلحة الرائد أن يلعب هذا اللاعب الآن، ما يلعب الآن مع الاتفاق على أساس يلعب المباراة الجاية. أيضا زي ما تفضل أبو هيا في قضية الاستفادة من الغيابات اللي موجودة لدى الاتفاقيين. للعلم زي ما تفضل أبو هيا في قضية الحجوزات أمر مهم جدا. المشكلة أنه كل الآن الأندية أصبحت ترى لجنة المسابقات هي كأنها خطوط سعودية، يعني أي مشكلة خاصة إحنا ما نتكلم عن المباريات اللي تحدد قبل 4 أيام 5 أيام، لا تتعامل معها كأنها خطوط سعودية، إحنا ما لقينا حد دبرونا أنتم. طيب الآن الاتفاق لما لعب في الكويت وهي من الاتحاد الآسيوي ولجنة المسابقات، أنت عارف كيف راح بر 5 ساعات 6 ساعات، ليش ما تكلم مع لجنة المسابقات وقال لهم دبروا لي حجوزات؟ فإذا يعني إحنا مشكلتنا إنه نتعامل الحين. أنت التساؤل اللي موجود اليوم في الإخوان من الإخوان من نادي الرائد إنه كيف الاتفاق يلغي الحجز قبل الإبلاغ بتأجيل المباراة؟ شوف، هذه أكيد عنده لا بد أنه يسمع وجهة النظر الاتفاقيين في الموضوع تحديدا. صحيح. لكن بينما الأمور الأخرى اللي ما تخص الاتفاق برضو مطروحة، يعني أمر مطروح جدا ومنطقي. صحيح. فلذلك إحنا يجب أنه بكل صراحة، أنا ما بعرف بالضبط، يعني إحنا ما نتهم الاتفاقيين نقول لهم والله استعمدوا من هذا القبيل، لحد ما نسمع نقول والله إيش المبررات، لكن طالما أنها قضية وطرحت في الإعلام يجب حقيقة أن نتناولها مع جميع أطرافها. طيب هذا التأجيل أزعج ناس كثير، يعني أزعج الرائد وفرص خلينا نقول جدولة المباريات واستفادته، حتى الشبابين رأوا أنه تأجيل المباراة يأثر على أداء الاتفاق، وما كان يتوقع أن الاتفاق راح يكون مرهق وبالتالي راح تصعب المباراة عليه مع الشباب. الآن الاتفاق راح يلقى راحة أكثر، الموضوع بدأ يكبر عن حجمه الطبيعي، ولا هذا هو الحجم الطبيعي اللي المفروض يوصل للموضوع أبو هيا؟
والله أنا أشوف أنه هذا حجمه الطبيعي، لأن المسألة ما أنا من وجهة نظري مسألة ما هي بسيطة، لأنه هذا يحدد مصائر فرق، يعني مش بس أنه عملية أنه مباراة تتأجل وبس. أنا أشوف أنه أخذ حجمه الطبيعي، وأتوقع أنه يكبر أكثر، خصوصا بعد ما تنكشف الأوراق أكثر، بعد ما تنكشف الأدلة بشكل أكبر. الصمت الاتفاقي غريب جدا، هذا الصمت لابد أن يتوقف، وأنه يقولون إيش اللي صار، عشان مثل ما قال أبو صالح أنه نستقي كل الآراء ونحدد المواضيع كلها، ويتم فعلا إنهاء الإشكالية اللي الواقعة حاليا. ممكن تروح أكثر من كذا ولا خلاص؟ لا لا، هو الآن الكرة في ملعب التعاون الاتفاقيين، الآن اتفاق الرائد الآن وجه خطاب رسمي، وبالتالي هو يتعامل مع جهة رسمية في هذا الموضوع. أنا أعتقد أنه يجب التعامل مع هذا الموضوع تماما من ناحيتين، من ناحية الرسمية لدى الاتحاد السعودي الجهة المعنية فيه، الأمر الآخر الإعلام حقيقة يعني له حق في معرفة جميع الخلفيات خلف هذا الموضوع التي أدت إلى تأجيل المباراة بكل صراحة. طيب الخبر الثاني معنا اليوم، الفيصل يكافئ لاعبي ب10,000 ريال بعد الفوز في مباراة التعاون. والله شوف الآن يعني المنافسة في مقدمة الدوري الآن حصرت شبه بين ثلاثة الآن، بين الهلال والاتفاق والهلال والعفو الشباب والأهلي والهلال، بينما هناك صراع خلفي حقيقة في مؤخرة الدوري، وصراع كبير جدا حقيقة، وفي عدة فرق مشتركة. فبالتالي أنا أعتقد أنه من الطبيعي جدا أنه تشهد يعني حقيقة محفزات كثيرة في الأندية التي يعني تتنافس على الهبوط وصراعات قوية، فأنا أعتقد أن الموضوع طبيعي جدا ما في شك. أنا أتوقع أنا يعني 6 فرق قاعدة صراع الهبوط، يعني الفيصلي، الرائد، هجر، التعاون، القادسية، الأنصار، يعني 6 فرق بيج، يعني بيج بروبلم. صحيح. ولا يعني نجران أنا أعتبره يعني فلت، صحيح إنه يعني الفيصلي 23 الآن لكن لازال مهدد، الرائد 22، الهجر 20، التعاون 18، طبعا القادسية 16، والأنصار أنا أعتبر إنه خلاص ودع، إنما القادسية هو في خطر أكبر هو التعاون يعني. طيب لو سمحت لي بس وجود يعني الحقيقه، شوف يعني في هذا الموضوع هذا انا بلفت لشيء واحد، انه دائما احنا يمكن ناخذ الامور حتى الاعلاميين حقيقه وسط الاعلام يتناول الموضوع بعاطفه كبيره جدا. لما تمت زياده عدد الانديه ل 14 نادي بكل صراحه يعني كان هناك عدم دراسه عميقه في هذا الموضوع، واحد الخبراء الذي تعامل معهم الاتحاد السعودي لكره القدم بعد صدور هذا القرار كان ضد هذا القرار تحديدا. احنا نتكلم عن هذا الكاس، لما يكون الكاس هذا اكثر ضعيف فبالتالي ولا الدوري ضعيف، لما يكون مركز وقوي وتضمن هناك مباريات ثريه وفيها نديه كبيره جدا تضمن انه هناك احتكاك اكبر، فهذا رقم واحد. رقم اثنين والدليل في الجدول الدوري الان 6 ينافسون تحت وثلاثه فقط ينافسون في الاعلى، في منطقه الـ يعني خلينا نقول وسط والدفء هي بين 3-4 انديه. رقم اثنين هي قضيه معاناه الانديه، شفنا نجران كيف، يعني انت الان ما ضمنت الان السبل التسويق للانديه والدعم والايرادات وهذا القبيل، فبالتالي يا مهندس سارق انت الحين تفتح لنا موضوع. انا اقول لك في تقول لنا الانديه زين، الناس ماخذين قرار الحين يخلون الدوري الدرجه الاولى محترف، هذا المشكله، هذا المشكله. احنا نصدر قرارات يعني ابهار، نبغى نبهر الوسط اول ما يصدر القرار، وبعد ذلك يعني تاتي المساوئ وتاتي التبعات السلبيه من هذا القبيل. انت طرحت تساؤل لما شفت اللقاء قبل احد كم يوم تقريبا في قضيه نجران، وقلت انه والله يجب ان هالنادي هذا يا يتوقف يا يصدر يا ينزل يعني او يسكرونه. طيب ليه؟ ما هو هذا نجران يعاني والانديه الاخرى تعاني. المشكله ما هي قضيه، ترى فكره مش قضيه انه والله الاتحاد السعودي لو اعطيته الاعانه خلاص انتهى نجران، لا، نجران كيف يقاوم الهلال ويقاوم الشباب ويقاوم الاهلي ويقاوم الاتفاق ويقاوم الان النصر والنظام الان يا مهندس صار كلنا عارفين، صارت النظام الحالي زاد الانديه الغنيه غنى وزاد الانديه الفقر فقر. الفقيره فقر كبير جدا بالضبط. لا فصل، فاحنا نقول انه ما يصير انه 70% من الانديه فقيره و30% الانديه غنيه، يحصل في تفاوت كبير وبون شاسع بينهم، وبالتالي يحصل في يعني يتعرضون لنكسات. المجمل
لانه هذه الانديه تمثل خليط، الخليط هو الدوري. فبالتالي احنا ما نتكلم على مستوى نادي، احنا ممكن الحين الفتح الان مقدم مستويات جدا روعه، النجران يقدم، لكن في بعض انديه احنا نتكلم عن مجمل عده انديه ما تقدم مستويات جيده، فيها تخبطات كثيره. فبالتالي احنا نتكلم عن المزيج هذا، المنتج النهائي للدوري ضعيف بكل صراحه. هو انا عندي راي، انا بالنسبه للشركتين اللي وقع معاهم سمو الامير نواف بن فيصل لدراسه الخصخصه، ان شاء الله يعني انهم يطلعوننا بنتائج ايجابيه تنقذ هؤلاء تنقذ هذه الانديه اللي طرق لها ابو صالح، تعطي للدوري حلاوة أكبر من خلال إعطاء هذه الأندية وغيرها فسحة أكبر يعني جلب المال وجلب الرعاة. هذه الشركتين شركتين كبار وراح تدرس بصورة أوسع بصورة جيدة، وإحنا ما يعني ما ننكر الجهود الكبيرة اللي قام فيها الأمير نواف بن فيصل واللي قام فيها الأمير عبد الله بن مساعد، إن شاء الله يعني يكون فيها صح. في مشاكل، في مشكلات، لكن أشوف أنا زي ما يقولون ضوء في آخر النفق، أشوف في محاولات كبيرة، من أهمها الشركتين هذه اللي تدرس الخصخصة، وإذا انتهت دراستها إن شاء الله تطبق بشكل سليم سواء على أندية الممتاز أو الأولى. صح أنه في مشاكل وفي كثير من الضعف، لكن أنا أرى أنه في أمل، في أمل يعني. والله ممكن نضع خطط واستراتيجيات على أمل على ضوء في آخر النفق مثل ما ذكر أبو هيا، هذه النظرة التفاؤلية يعني في كثير تأيدها وفي كثير يعني. بس جاية تركي النظرة التفاؤلية من خلال العمل اللي هو من خلال هذه الدراسة، الشركتين اللي راح تدرس والاتجاه الرئاسة العامة اتجاه الرئاسة العامة للخصخصة واتجاه ممتاز، اتجه براحتك وحط خطط زي ما تبغى، بس لا تجوعني، اسمح لي لا تخليني مثل يعني احنا تكلمنا ترى كان جدا مؤلم ترى، ولا كان جدا مقبول انه يطلع لك لاعب في نادي انا ما بتكلم الى انه لانه وصل الوضع الى 7 شهور وفي انديه غيرهم. احنا بس كان نجران هو النادي اللي تفجرت قضيته على السطح. ممكن نعمل احنا بالتفاعل وبالخطط وبالاستراتيجيات وبالتوجه ونضع قرارات ونعتمدها. تسمح لي، شوف العمل المنهجي هو عمل منظم وعمل يقوم بعضه على بعضه، يعني لا يمكن انك انت تروح مثلا خطوه رقم 4 قبل خطوه رقم 2 صحيح، وهكذا بالتالي يولد تخبط. هذا اللي صاير عندنا احنا، يعني شوف المسميات احنا ما نبهر فيها، يعني مثلا ما تكلمنا عن قضيه الاحتراف انه احنا عندنا جانا احتراف في الكره السعوديه، الكل يعني مشى مع هذا الموجه يعني واشاد فيها كثير جدا وألقنا امال كبيره جدا، لكن احنا اخذنا من الاحتراف مسمى فقط، اما قضيه التطبيق لانه ما في ارضيه صلبه. قضية الخصخصة هي أحد يعني خطوة من ضمن خطوات طويلة جدا، وليست خطوة ترى فكرة مترتبة، يعني هي ممكن تكون خطوة رقم 7 رقم 8، لكن يجب أن يسبقها أشياء كثيرة. هذا رقم 1. رقم 2، الشركتين اللي جو الشركتين يعني هي بس معنية فقط أنه كيف تحول هذا القطاع إلى خاص فقط، يعني من ناحية النظامية، من ناحية القانونية، من ناحية الاستثمارية وهكذا وتقييم. فلذلك أنا أقول لك أنه هي ما هي مسؤولة أنك تقول لك والله كيف تضمن لك إيرادات، لا، هناك عمل شاق آخر ويجب هذا العمل الشاق. أكيد لا لا لا, لا أيه. وهذا العمل مش هو مفروض يسبق هذا الخصخصة، وهناك عمل لاحق بعدها. فبالتالي يعني في أمور كثيرة حقيقة مهب